عندي 160 170 بجاره بوجي يعلم الحليب ب 1200 كيفاش يخرج الحليب كي ترد ب 2000 فرنك شوف يلقى روحه شوف له ب 2000 وشوف يلقى روحه شوف له طرحوه نحن المي اغلى من الحليب الحليب نصرفوا عليه والماء ما نصرفوش عليه اغلى من الحليب توا في تونس معناها ترد الحليب 900 وترد الماء ب 15% ب 3000 وب 4000 ما قالش من 17% 15% ما كانش ما يخلصش ولا كان العلف في الاسوام هذه عمره ما كان يخلص الفلاح لتر لتر 15% ما تخلصش ب 2000 ب 2000 وما تخلصش لتر ترى الحليب ب 2000 وما تخلصش اش باش يربي خاس قلت لك اللي عنده 10 بقرات باعهم ولا خاطر مش يخليهم مش يبيعهم ويصرف بهم ولا ما يمنع يبيع يحط فلوس في جيبه خفيف. خلصي ما خلصي كيلو العلفه كيلو العلفه تو ب 3000 ب 3500 وتوتي حليب ب 1100 ب 1500 وما خلص والله ما خلص.